يوما ما عندما يتحقق السلام بشكل كامل سيكتبون الكتب عنها ويطلقون اسمها على الشوارع وينتجون أفلاما عن حياتها. هذا ما كتبه إيتان هابر المراسل العسكري السابق ومستشار رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين في جريدة يديعوت أحرنوت عام 2005 أثناء جنازتها. هي الجاسوسة التي نذرت حياتها لخدمة الكيان الصهيوني، أشهر صديقة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأكبر قاتل للفدائيين الفلسطينيين في أوروبا. إنها الجاسوسة التي عاشت مرتين وماتت مرتين. ولدت سيلفيا رافائيل في الأول من أبريل عام 1937 في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في عائلة مكونة من 5 أطفال لأب يهودي غير متدين من أصول أوكرانية وأم مسيحية، وقد حملت سيلفيا ديانة أمها المسيحية. في صغرها تأثرت بأحد أقارب والدها عندما كان يحكي أمامها ما حدث لليهود من اضطهاد أثناء الحرب العالمية الثانية، وقررت من وقتها قراءة الكتب التي تتحدث عن معاناة اليهود في أوروبا، فآمنت بها وصدقت ما فيها من أكاذيب إيمانا منها بضرورة مساعدة وطنها الجديد. وبعد إنهاء دراستها قررت السفر إلى الأراضي المحتلة عام 1959، وعلى الرغم أنها لم تكن يهودية الديانة إلا أنها متشبعة بالأفكار الصهيونية، وعملت هناك مدرسة للغة الإنجليزية في مستوطنة غان شموائيل بمنطقة الخضيرة. في خريف عام 1962 كانت سيلفيا تجلس في شقتها في ضواحي تل أبيب عندما رن جرس الهاتف فجأة. كان على الطرف الآخر من الخط رجل قدم نفسه باسم غادي وأخبرها أنه ممثل لوكالة حكومية إسرائيلية تبحث عن مجندين جدد. وعندما سألت سيلفيا عن نوع العمل الذي سترتب على ذلك أوضح أنه إذا وافقت على مقابلته في مقهى هادلي في تل أبيب فسوف يتم الكشف عن كل ذلك. لم يكن غادي إلا موتي كفير قائد الوحدة 188 وهي المسؤولة عن تنفيذ المهام الخارجية للموساد. يقول كفير أن سيلفيا كانت تتحلى بسرعة البديهة وروح الفكاهة بالإضافة إلى جاذبيتها وجمالها، وهو ما يؤهلها بقوة للعمل في الموساد. وعندما عرض عليها كفير العمل معهم رحبت سيلفيا على الفور وكأنها كانت تنتظر هذه الفرصة لتقدم خدماتها لدولة الاحتلال. تم تدريب سيلفيا على أعمال المخابرات، وبعد إنهاء التدريب حصلت على رتبة مقاتل، وهو ما يؤهلها للعمل في المهمات الخارجية للموساد خارج الأراضي المحتلة. أصبحت سيلفيا عضوا في الوحدة 188 التابعة للموساد لتعمل تحت ستار صحفية مستقلة بجواز سفر كندي باسم باتريشيا روكسبرغ، وسافرت إلى كندا كمصورة صحفية في إحدى الصحف المحلية هناك. وبعد قضاء 6 أشهر في مدينة فانكوفر أتقنت فيها نطق الفرنسية باللهجة الكندية، كما أتقنت فن العيش بحياة مزدوجة. بعد قضاء هذه الفترة سافرت إلى باريس لتكون نقطة الارتكاز لمهامها القادمة في أوروبا كلها. يوضح كثير في كتابه سيلفيا رافائيل حياة وموت جاسوسة الموساد لماذا اختار الموساد التصوير الصحفي كمهنة معلنة لسيلفيا. العمل كمصورة صحفية لا يتطلب تقديم مبرر على تواجدها في بعض الأماكن، خاصة الأماكن المليئة بالأحداث، ولا تحتاج لنسج قصص مختلقة لتبرير وجودها هناك. في باريس حصلت سيلفيا على فرصة للعمل كمصورة صحفية في إحدى الوكالات الصحفية الدولية، وادعت أنها تعادي السامية وتكره الصهيونية وأنها تساند الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ومع مرور الوقت كانت واحدة من المقربين إلى العرب والجاليات العربية المعادية للكيان الصهيوني، ليس في باريس وحدها بل في أوروبا كلها، وكانت دائمة الحضور في كل الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا، حتى أنها كانت تلقب بصديقة الفلسطينيين. بحكم عملها في وكالة الصحافة الدولية فقد تم إرسالها في مهمات صحفية إلى أرض الصومال الفرنسية أو ما يسمى الآن دولة جيبوتي، وهناك تعرفت على شخصيات عربية هامة مثل الدبلوماسي الأردني الذي تعمقت علاقتها به ووجه لها دعوة لزيارة الأردن كواحدة من الصحفيات الأوروبيات المدافعات عن حقوق الشعب الفلسطيني في الصحف الدولية، وتعددت زياراتها إلى الأردن. كانت خلالها تقوم بعملها السري من جمع المعلومات عن تحركات الساسة والحكومات العربية ضد الكيان الصهيوني ورصد تحركات الزعماء والنشطاء المدافعين عن فلسطين والمعادين لوجود الاحتلال هناك، وكانت من العملاء القلائل الذين اخترقوا قواعد منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن ولبنان، وكانت ترتدي الزي العسكري للفدائيين والكوفية الفلسطينية كنوع من التأييد القوي للقضية الفلسطينية. وتذكر بعض المصادر أنها كانت مقربة من الملك حسين ملك الأردن، وكذلك كانت على معرفة شخصية بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ذكر أخوها في
مقابلة صحفية معه بعد وفاتها أنها كانت دائمة السفر بين القاهرة والأردن وبيروت ودمشق، بالإضافة إلى مكان استقرارها الرئيسي في باريس، وأنهم كانوا يظنون أن خلف كل هذه التنقلات أسرارا غير معلنة. عندما سئل كفير في حوار صحفي عن نشاطها في الشرق الأوسط رفض أن يعطي معلومات مفصلة عن ذلك بحكم أن هذه الأسرار لم يتسنى الوقت بعد للموساد بالكشف عنها. ذلك الوجه الجميل الداعم لحقوق الفلسطينيين والمعادي للاحتلال كان يخفي القبح في داخله ولا يعرف إلا القتل والتصفية لكل النشطاء والفدائيين والداعمين للقضية الفلسطينية. يذكر ساكسون لوغان وهو مخرج فيلم تسجيلي عنها بعنوان سيلفيا تتبع الدم أنها كانت مسؤولة عن القضاء بشكل كبير على جناح المقاومة الفلسطيني في أوروبا بأكملها، فقد شاركت في اغتيال مجموعة من القادة والنشطاء الفلسطينيين والداعمين للقضية في أوروبا. كان أولهم وائل عادل زعيم وهو أحد الأدباء الفلسطينيين والذي كان يعمل في السفارة الليبية في روما، وذلك عندما أرسل الموساد فريق الاغتيالات إلى إيطاليا، وكانت سيلفيا في استقبالهم وأمدتهم بكل تحركات الشهيد وائل، وتم اغتياله بإطلاق الرصاص عليه من مسدسات كاتمة للصوت أثناء دخوله منزله في الساعة 10:00 مساء في 16 أكتوبر عام 1972 فسقط شهيدا على الفور. في صباح 8 ديسمبر عام 1972 اتصلت سيلفيا بالدكتور محمود همشري وكان ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، وادعت أنها تريد إجراء حوار صحفي معه، وتم تحديد مكان اللقاء في مكتب المنظمة في باريس. وفي ذلك الوقت تسللت عناصر من الموساد لمنزله وقاموا بزرع عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد أسفل طاولة الهاتف، وبعد عودته للمنزل وعندما دق جرس الهاتف تم تفجير العبوة فأصيب بإصابات بالغة استشهد على إثرها. وفي يناير عام 1973 شاركت سيلفيا بمد فريق الموساد معلومات وتحركات حسين البشير ممثل منظمة فتح في قبرص، وقاموا باغتياله بذرع قنبلة في غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه في نيقوسية واستشهد على الفور. وشاركت في اغتيال الدكتور باسل الكبيسي أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية ببيروت في باريس في 6 أبريل عام 1973، وشاركت في اغتيال محمد بودية القيادي في منظمة أيلول الأسود في باريس في 28 يونيو عام 1973. لم يكن الأمر يبدو غريبا عندما سافرت من أجل وظيفتها الحقيقية كجاسوسة للموساد إلى لبنان بعد عملية الفردان في أبريل عام 1973، والتي تمت فيها تصفية 3 من الفدائيين الفلسطينيين على أيدي الموساد. وكانت مهمتها في لبنان استكمال عملية غضب الرب التي أطلقها الموساد للانتقام لعملية ميونخ التي قام بها الفدائيين الفلسطينيين في ألمانيا عام 1972، وذلك بتصفية القادة الفلسطينيين في لبنان أو خارجه. وصلت سيلفيا طرابلس بشخصيتها الصحفية الداعمة للفلسطينيين، وسكنت في بناية بها شخصين يحملون جوازات سفر بريطانية مزورة فوق شقة سعيد السبع أحد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هذان الشخصان يعملون في شركة نفط العراق في منطقة البداوي بشمال لبنان. في تلك الفترة شك سعيد السبع بشخص ألماني اسمه أورليخ لوسبرغ، والذي تبين فيما بعد أنه ضابط الموساد حجاي هداس، فكلف عدد من الفدائيين بمراقبته ليتبين له أنه يتردد على محل النوار في شارع عزمي وسط مدينة طرابلس بلبنان. عندها قام الفدائيون بمراجعة صاحب المحل واستجوابه، وتبين أن لديه ألبوم للصور توضح بشكل تفصيلي أقسام منزل سعيد السبع، وكان هذا الألبوم يعود للمهندس الإسكتلندي جيمس بول، وتبين لاحقا أن اسمه الحقيقي تسيفي زامير. قام الفلسطينيون بإبلاغ الأمن العام اللبناني، ولكن شعرت المجموعة بتحركات أمنية غريبة من حولهم، مما أدى إلى هروب مجموعة الموساد المؤلفة من سيلفيا روفائيل، والتي لم يكن من المؤكد حتى ذلك الوقت أنها تعمل لصالح الكيان الصهيوني، ومعها شخصين يحملون جنسيات بريطانية، ومايك هراري قائد وحدة الاغتيالات بالموساد وقتها، والذي كان يقيم مقابل منزل سعيد السبع متسترا بشخصية قس مسيحي مبشر يحمل الجنسية الأمريكية. أما لوزبرغ فقد تم القبض عليه وتحويله للمحاكمة العسكرية والتي قضت بترحيله نهائيا من لبنان. عادت سيلفيا إلى باريس مقرها الرئيسي للتحرك في أوروبا، وبحلول يوليو من عام 1973 وجدت نفسها في مهمة في مدينة للهامر بالنرويج مع مجموعة من رجال الموساد. إنه قرار اغتيال الشخصية الأهم والعقل المدبر لعملية ميونخ عام 1972 علي حسن سلامة. فعملية غضب الرب أو غضب الله التي أطلقها الموساد لا يمكن أن تتوقف، ويجب أن تكتمل باغتيال الرأس المدبر. جاءتهم معلومات بأنه سيكون هناك اجتماع سري لمجموعة من النشطاء
النشطاء الفلسطينيين في مدينة للهمر النرويجية وسيحضره علي حسن سلامة. لم تكن شخصية سلامة معروفة بشكل كبير للموساد. اجتمع مايك هراري قائد المجموعة بحضور سيلفيا في باريس في 14 يوليو عام 1973 لرسم خطة الاغتيال. نزلوا جميعا في 16 يوليو في مدينة للهمر النرويجية كسائحين، وأوكلوا مهمة مراقبة سلامة إلى واحدة من أعضاء الفريق وتدعى ماريان وهي تحمل الجنسية السويدية. ومن المراقبة كانت هناك بعض الملاحظات على شخصية الرجل الذي يظنون أنه سلامة. فالرجل له شارب ولا يتخذ أي احتياطات أمنية وليس لديه أي شكل من أشكال الحراسة الشخصية، فارجعوا ذلك إلى أنها مناورة واخداع من سلامة. في الساعة 3:15 من يوم 21 يوليو استقل ما يشبه سلامة وسيدة معه حافلة، ثم نزل في الطريق وعبروا الشارع متجهين إلى إحدى دور السينما. بعد خروجه من السينما وأثناء عبورهم الطريق من الظلام تظهر سيارة فولفو يخرج منها رجلان يحملان مسدسان وصوبوهما تجاهه، فطلب منهما الشخص الذي ظن أنه سلامة الرحمة، كما أخذت زوجته الحامل في التوسل والرجاء ولكن دون جدوى. قام المسلحان بإمطار الرجل ب14 رصاصة فمات على الفور. لحسن الحظ كان هناك رجل وزوجته نرويجيان يراقبون الموقف من بعيد، واستطاعوا الحصول على رقم اللوحات المعدنية للسيارة الفولفو فأبلغوا الشرطة على الفور. واستطاعت الشرطة القبض في البداية على ماريان وشخص آخر بالقرب من مطار أوسلو واعترفوا بكل شيء، وتم القبض على سيلفيا قبل هروبها إلى فرنسا. ولكن استطاع هراري الهرب والعودة إلى الأراضي المحتلة مع 8 عملاء آخرين. ثم تأتي مفاجأة الشرطة النرويجية بكشفها عن شخصية الرجل القتيل. إنه جرسون مغربي من أصل جزائري يدعى أحمد بوشقي، كان برفقة زوجته الحامل النرويجية الأصل. فأصيب رجال الموساد جميعا بخيبة أمل كبيرة، خاصة بعد أن عرفوا أن سلامة لم يكن في النرويج من الأساس. وكانت سيلفيا أكثرهم تأثرا لفشل العملية، خاصة أنها من أعطى الملاحظات على اختلاف شخصية الرجل عن علي حسن سلامة. ولكن لم يكن ذلك فقط هو الباعث على شعورها بخيبة الأمل، ولا حتى سقوطها في أيدي الشرطة النرويجية وفضيحتهم الدولية، بل كان فشلهم في اغتيال سلامة هو الباعث الحقيقي لحزنها وتأثرها. قدمت سيلفيا للمحاكمة في النرويج وتم الحكم عليها في يناير عام 1974 بالسجن لمدة 5 أعوام ونصف، ولكن أطلق سراحها بعد قضاء أقل من عامين، وتم ترحيلها إلى إسرائيل في مايو عام 1975 بعد الإفراج عنها. وقعت سيلفيا في الحب مرتين في حياتها، الأولى في بداية عملها في باريس عندما التقت بألماني يدعى هانز راوخ الذي كان يعمل أيضا مصور صحفي محترف. وعندما تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة رومانسية قوية، شعرت سيلفيا بالقلق من أنها لا تستطيع أن تكون صادقة معه أو قد تضطر إلى ترك الموساد إذا استمرت العلاقة، فصارحت رؤسائها. وكان قرار الموساد لها بضرورة تجنيده، وبالفعل نجحت في تجنيد الصحفي الألماني. ثم نجح الموساد بإبعاد سيلفيا عنه بإرسالها إلى لبنان للتجسس على ياسر عرفات ورجاله لفترة من الوقت حتى لا تتعلق به وتستطيع إكمال مسيرتها في الموساد، ونجح الموساد في تخطيطه تماما. وقعت سيلفيا في الحب مرة ثانية مع المحامي النرويجي أنيوسش جودت والذي كان يدافع عنها في قضية القتل في النرويج، ثم تزوجته في النهاية في جنوب أفريقيا. واستطاع لاحقا استصدار قرار من السلطات النرويجية بالعفو عنها للسماح بإقامتها هناك. وفي عام 1992 استقرت سيلفيا وجهة بشكل نهائي في جنوب افريقيا. تذكر بعض الكتب ان سيلفيا تركت العمل مع الموساد بعد خروجها من السجن بعد اصابتها بخيبة امل من فشلها باغتيال سلامة، ولكن يؤكد فير انها حتى نهاية حياتها لم تفقد ولا اهل الموساد ابدا، وهذا ما يؤكده زوجها ايضا، حيث يذكر انه بعد اغتيال سلامة في بيروت عام 1979 سألها ان كانت تتمنى ان تكون مع فريق الموتى الذي قام بعملية الاغتيال، اجابت انها كانت تتمنى ذلك. بعد استشهاد علي حسن سلامة في بيروت عام 1979 أخذت المقاومة على عاتقها الأخذ بالثأر من عملاء الموساد السريين، وبالطبع كانت سيلفيا أحد هؤلاء. ففي سبتمبر عام 1985 قام مجموعة من الفدائيين بمتابعة 3 عملاء للموساد في قبرص، وقاموا بقتل 3 وهم على متن أحد المراكب الشراعية، وأعلنوا أن سيلفيا كانت أحد القتلى. ولكن بعد مرور عامين وفي عام 1987 قام صديقها الصحفي جون بولوك بعمل حوار صحفي معها في صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية ليتأكد للفدائيين أنها لا تزال على قيد الحياة.
بعد مرور 20 عاما على وفاتها الغير حقيقية، ماتت سيلفيا عام 2005 لإصابتها بمرض اللوكيميا، وتم حرق جثمانها في جنوب أفريقيا. أما رماداها فقد أرسل إلى الأراضي المحتلة ليدفن في مستوطنة رماد هاكوفيتش بالقرب من تل أبيب، آخذة أسرارها معها إلى القبر. فقط الموساد وحده ما زال لديه المزيد.